للحديث أكثر حول هذا الملف تنضم إلينا السيدة اعتماد المسلاتي وهي العضو بهيئة مشروع الدستور. سيدة أو دكتورة اعتماد، أهلا وسهلا بك معنا. بداية، استقالة السيد نوح عبد السيد وهو رئيس لهيئتكم الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في هذا الوقت بالتحديد، يوم غد يكون التصويت من قبل النواب، في أي سياق تأتي الاستقالة الآن؟ والله سيد الفاضل، طبعا نحن تفاجأنا باستقالة السيد نوح عبد السيد، لأنه هو من يومين كان مصرح بالنسبة طبعا لمركز الحوار الإنساني عندما تقدم بأن يستدعي بعض الأعضاء الموافقين على المشروع والأعضاء الأعضاء الرافضين للمشروع، ويستدعي مجلس النواب ومجلس الدولة، وعلى أن يقوم توافقه. تكلم ببيان شديد اللهجة وقال بأن الهيئة التأسيسية أنا أدعمها ولا توافق إلا توافق الليبيين، وعلى الليبيين أن يتوافقوا أو يقولوا كلمتهم عبر صندوق الاستفتاء نعم أو لا. فنحن تفاجأنا به، ولكن بالنسبة لنوح عبد السيد من الناس الذين أنهوا عملهم بجدارة ونجح في إنهاء عملي، حيث مسك الهيئة في فترة زمنية بسيطة ولكنها كانت من أصعب الفترات. وفق بين أعضاء الهيئة، حاول أن يجعل عمل الهيئة كلها صوبا نحو الوطن وإلى التصويت، تصويت المشروع الدستور، وساعد الهيئة في إنهاء عملها وإنهاء مشروع التصويت. طيب الآن دكتور اعتماد، في هذا الوقت بالتحديد ما الذي يمكن أن يكون قد دعا السيد نوح عبد السيد إلى الاستقالة؟ السيد نوح عبد السيد، نحن نظن أن ما دعاه إلى الاستقالة الضغوط، ربما كان عليه ضغوط خارجة عن إرادته هي الذي دعته، لأنه استقال كرئاسة هيئة وكعضو. طبعا من حقه أن يستقيل كرئاسة هيئة، ولكن من كعضو ليس من حقه أن يستقيل إلا باجتماع الهيئة، لأن في اللائحة الداخلية ضروري من اجتماع الهيئة وقبول الاستقالة من عدمها. طيب من الذي يمكن أن يكون قد مارس الضغوط على السيد نوح عبد السيد؟ ما له مصلحة في ذلك؟ والله في هناك من يرفضون مشروع الدستور، في من مثل من مثل من سيد الفاضل كتر، في من يرفضون بقاء في مراكزهم السياسية وبقاء في الوضع الحالي، في من وضع الحالي للبلاد، هذا من مصلحتي وليس من مصلحة الوطن. فلا نعرف الضغوط التي لا نعرف هل هي ضغوط، ولكن نحن نظن بأن ضغوط مرست على سيد نوح، وخصوصا أن الهيئة التأسيسية هذا يدل على الضغوط التي مرست في الهيئة التأسيسية عندما ذهبوا إلى التصويت. من الضغوط التي مارست على سيد نوح، انطلبوا منه بإلغاء التصويت حالا، وقد حجز في غرفته ثم ذهب به الرجمة، هذا يوم 29/7 عندما أنهت الهيئة التأسيسية عملها، ومرس عليه الضغط وقال له لابد أن تكتب ورقة لأن هذا التصويت ليس صحيحا، ولا يملك ذلك رئيس الهيئة أن يقول التصويت صحيحا من غير صحيح، لأنه كان قانوني وصحيح. طيب الضغط من بعض سيد اعتماد دكتور اعتماد، الضغط من بعض الأطراف على السيد نوح عبد السيد من أجل الاستقالة، ما الذي يمكن أن يدعو هؤلاء الأطراف للضغط على السيد نوح عبد السيد للاستقالة؟ كيف سيتغير الموازين باستقالة عبد السيد؟ لن تتأثر الهيئة التأسيسية باستقالة نوح عبد السيد، وأقول لهم الهيئة التأسيسية ما زالت باقية وما زالت تبحث على الاستفتاء على مشروع الدستور، وما زالت تريد الليبيين أن يمارسوا سيادة في أمر الاستفتاء على الدستور وإلى استقرار الدولة وبناء المؤسسات والدولة القانون. لن تؤثر إن استقال السيد نوح، في اللائحة الداخلية سيقوم بإجراء جلسات نائب الرئيس حتى تتمكن الهيئة التأسيسية من اختيار رئيس جديد، أما عضويته فهذه قد يرجع إلى عضويته ذلك إن رفضها أعضاء الهيئة. طيب في شأن ذي صلة، كيف يراقب الأعضاء بهيئة الدستور وأنت منهم دكتور اعتماد، كيف تراقبون ما سيحدث يوم الغد من عملية التصويت على الاستفتاء على الدستور من عدمه من قبل النواب بالتأكيد؟ أتمنى أن يتمكنوا من ذلك، رغم أنني غير متفائلة كثيرا، ولكنني أتمنى أن ولو يعطوا للليبيين استحقاقهم هذا، لأن هذا ليس هذا واجب وطني لهم، وليس أمر اختيارهم أو بأهوائهم كما يريدون. ما الذي يدعوك إلى عدم التفاؤل دكتور اعتماد؟ هل هو كلام أحد أعضاء مجلس النواب الذي قال في تصريح له بالساعات القليلة أن لن يحدث شيء يوم الغد أم ماذا؟
والله لم أتفائل كثيرا، لأننا صراحة أصبنا بخيبة أمل من جميع الأجسام السياسية الموجودة في الساحة، ولم أجد أي جسم سياسي ذهب لخدمة هذا الوطن وخدمة هذا الشعب المسكين، بل نراه من أزمة إلى أزمة، وما وكلهم كأن كل شخص يخرج كل ما لديه لهذا للتجربة على هذا الشعب المسكين، وما نراه إلا عبارة عن معاناة طيب. ليبيين داخل الأزمة السياسية الموجودة. طيب، كنت معنا عبر الهاتف العضو بهيئة صياغة الدستور الدكتورة اعتماد المسلاتي، شكرا جزيلا لك.